اخر الاجواء قبل المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم كلام. اتفضل يا فاروق. مرحب بيك كابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، وكل الشكر طبعا لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولات ديربي القاهره، القمه 127 ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. المباراه اللي هتقام طبعا على استاد القاهره وتنطلق في تمام الساعه 7. مباراه نتمنى القاهره اليوم تكون باللون الاحمر، هو لون النادي الاهلي ان شاء الله، وربنا يكرمنا بهذه المباراه وهذه المواجهه. طبعا يا كابتن ايمن احنا موجودين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي اخر استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. خليني اكد على صعوبه واهميه هذه المباراه، وده كان كلام مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي مع اللاعبين. يعني عقب المباراه الاخيره واللي يعني اخر مباراه خاضها النادي الاهلي في بطوله الدوري امام فريق زد اللي انتهت بهدف احرزه وسام ابو علي، توقيت الهدف وتوقيت الفوز كان مهم جدا بالنسبه لمستر مارسيل كولر، سواء في كلامه في حديثه مع اللاعبين. يعني كان الفوز ده مهم جدا، خاصه انت مقبل طبعا على استكمال المشوار الافريقي والدور نصف النهائي امام فريق مازيمبي، وايضا مباراه اليوم امام نادي الزمالك. مستر مارسيل كولر رفض اي حديث تماما عن مباراه الدور نصف النهائي امام مازيمبي، والتركيز بينصب على هذه المباراه. النادي الاهلي طبعا بيدخل هذه المباراه في ظل مجموعه من الغيابات، يعني لاول مره من فتره طويله النادي الاهلي يدخل مباراه القمه بهذا الكم وهذا العدد من اللاعبين، يعني العناصر الاساسيه. بتتكلم على تشكيل اساسي بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، لكن احنا دايما بيبقى رهاننا على اي 11 لاعب بيرتدي قميص النادي الاهلي، ودايما الاهلي بمن حضر. مجموعه من الغيابات ممثله طبعا في محمد الشناوي الكابتن وقائد فريق النادي الاهلي، ياسر ابراهيم، بتكلم في حسين الشحات، مروان عطيه، اليو ديانج، بيرستاو، مجموعه من العناصر الاساسيه للفريق النادي الاهلي وتشكيل النادي الاهلي. لكن يعني الموجود اللعيبه الموجودين في يعني قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه، اللي مستر كولر عقد اكثر من جلسه مع اللاعبين اتكلم على هذه المباراه والمطلوب من اللاعبين. بالامس الفريق كان اختتم تدريباته على ملعب مختار التيتش، يعني مستر كولر عقد جلسه مع اللاعبين ومحاضره مع اللاعبين. طبعا يعني كان ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي كان جايز مجموعه من الفيديوهات اللي اتفرج عليها مستر مارسيل كولر لفريق نادي الزمالك، خاصه مباراته الاخيره في الدوري امام فريق الاتحاد، وايضا لقائي في فيوتشر في الكاس الكونفدراليه. وقف مستر كولر على بعض الامور وبعض النقاط القوه والضعف ايضا. وخليني اقول لك النقط يعني اتفرج وتابع المباراه اللي كانت جمعت ما بين الفريقين في كاس مصر اللي اقيمت بالرياض. مستر كولر امور فنيه بيركز فيها مع اللاعبين، عقد النهارده في مقر الاقامه اكتر من جلسه مع يعني مع بعض اللاعبين على الانفراد، امور مهمه جدا بيركز عليها مستر كولر. عنده رهان النهارده ان شاء الله، يعني مستر كولر الاربع لقاءات خاضهم امام نادي الزمالك حقق فيهم الانتصار، قال انا ما بركزش مع الارقام، وده كان كلامه مع اللاعبين، ما بركزش مع الارقام، انا بركز ان الفريق ان شاء الله يحقق الانتصار في هذه المباراه. طبعا النادي الاهلي زي ما قلنا بيغيب عنه مجموعه من اللاعبين، زي ما قلت لك كابتن ايمن ان شاء الله يكونوا موجودين مع النادي الاهلي، بعضهم يكون موجود ان شاء الله في يعني مباراتي مازيمبي، طبعا المباراتين اللي بيشغلوا البال. لكن زي ما قلنا قافلين اي كلام عن او حديث عن هذه المباراه. طبعا بعد المحاضره اللي عقدها مستر كولر مع اللاعبين انطلق مران النادي الاهلي على ملعب مختار التتش اللي اختتمه مستر كولر يعني ببعض الامور التكتيكيه اللي عايز يطبقها وبيطالب بيها اللعيبه النهارده ان هم ينفذوها. اكد على اللاعبين على خلال انصاف الفرص من اول دقيقه، يعني اكد على هذه الامور وقال احنا بنوصل كتير للمرمى، اتمنى في مباراه زي دي نقدر نستغل ولو 50% من عدد الفرص اللي بتقدر تتيح لينا امام مرمى الخصم. ان شاء الله يعني فريق النادي الاهلي يكون في كامل تركيزه النهارده في هذه المباراه. عايز اقربك من الجانب الاخر وهو معسكر نادي الزمالك وجوزيه جوميز المدير الفني اللي عقد يعني الفريق اختتم تدريباته بالامس على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، واكد على ان النادي الاهلي عنده غيابات وعلى اللاعبين ان هم يستغلوا هذه الغيابات، وقال للاعبين يعني قال لهم عايز يكون في صقر من المباراه الماضيه اللي جمعت ما بيننا وما بين نادي الاهلي في الرياض وانتهت بفوز النادي الاهلي، بيحاول يرفع الروح المعنويه شويه عند اللاعبين ويحفز اللاعبين ان هم يعني يقدروا ان هم ينتصروا على النادي الاهلي في هذه المباراه. واقدر اقول لك كابتن ايمن من التفاصيل الاخيره التشكيل اللي ممكن يلعب بيه نادي الزمالك هذه المباراه هيكون ممثل في محمد عواد في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي، في اليمين عمر جابر وفي الشمال احمد فتوح، في منتصف الملعب نبيل عماد دونجا واحمد حمدي وناصر ماهر، قدامهم عبد الله السعيد واحمد سيد زيد
زيزو وسامسون اكينولا. ده تقدر تقول التشكيل بنسبه 99% اللي يعني جوزيه جوميز ركز عليه في التدريب الاخير. طبعا طاقم التحكيم النهارده بقياده الكابتن ابراهيم نور الدين بيعاونوا هاني عبد الفتاح وسامي هلهل والحكم الرابع احمد الغندور على تقنيه الفار محمد عادل، وبيعاونوا عاطف حسين ومحمود ابو الرجال. كل اللي احنا عايزينه من طاقم التحكيم في هذه المباراه الاهلي ياخد حقه، نادي الزمالك ياخد حقه، مباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه طبعا ما بين الجماهير الفريقين ان شاء الله اللي هيكونوا موجودين في استاد القاهره. كابتن ايمن دي كانت كل الكواليس كل الاخبار، حبيت ان انا اقربك من معسكر النادي الاهلي ومعسكر نادي الزمالك، كل التفاصيل تكون موجوده معاك يا كابتن ايمن، لكن باذن الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، ومباراه كبيره ان شاء الله، ولعبت النادي الاهلي النهارده في كامل تركيزها ونحقق الانتصار. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز. اقول ايه بقى، يعني ما بيسيبش اي حاجه فاروق صلاح. يعني كلمة